سيدنا رسول الله تعمق حبه أو تعمق الحب في قلبه إلى أبعد ما نتصور، يعني كما يقولون تجسد الحب في قلبه وتجسد الحب في عقله وفي كل أعضائه حتى صار حبا يمشي على الأرض، سيدنا رسول الله. لهذا يعلمنا من خلال حاله ومن خلال مقاله إن حب الوطن ليس كلمة إحنا بنقولها وليس شعار يرفع، إنه أنا بحب وطني. طب أنا عملت إيه؟ ما هي الأهداف التي يعني رسمتها لنفسي وأصبحت أخطط لأجل تحقيق هذا الهدف؟ حب الوطن مش كلمة، حب الوطن انتماء حقيقي، انتماء بالعمل، انتماء بعمارة الأرض. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. الخليفة، خليفة الله في أرضه الذي هو لا شك الإنسان، سيدنا آدم وذريته، وإن كان الخطاب لسيدنا آدم إلا أن المرشح ليكون خليفة ذرية سيدنا آدم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. الإنسان لا شك أنه خليفة ربنا سبحانه وتعالى في هذا الكون الفسيح. والخليفة دوره مش دور قليل، مش دور أنه هو كبيرة. مش دور أنه هو يعني ياخد الكلام بسطحية، وأنه أنا بحب بلساني، وأنه ما فيش عمل، في كسل وفي خمول. الناظر في رسالة الأنبياء عليهم السلام يرى هذا الحب من خلال سعيهم ومن خلال كفاحهم، يرى أنهم عمروا الكون، ويرى أنهم كانوا حقيقة يعني أمثلة يقتدى بهم. سيدنا آدم كان حراثا، سعي، اجتهاد. سيدنا داود كان حدادا. سيدنا موسى وسيدنا شعيب وسيدنا محمد كل واحد كان يرعى الأغنام، حتى سيدنا رسول الله. وسبحان الله كلها كانت بدايات بسيطة في منطقتهم في أوطانهم، وانتشرت بعد كده الرسائل. فهي الفكرة إن فعلا بذرة حب الوطن ما ينفعش نغفله، زي ما حضرتك قلت هي مش كلمة ولا شعارات بنرددها، هي الفكرة إنها حاجة بالفطرة محتاجين نفعلها ونشتغل عليها، لأن رب مأمورين من الله. يعني دي عقيدة إن إحنا يعني إيه نعمر الأرض. الفكرة لما نيجي ننتقل إن الرسول يعني كأنه اتحط في ابتلاء إن هو يسيب وطنه لتنفيذ الرسالة والمصلحة الرسالة الهدف الأعلى. فالفكرة ابتدى الموضوع بأنه هو ذهب هو سيدنا أبو بكر لغار ثور، والبداية أن سيدنا علي ينام في الفراش مكان.